مطالبين بس ان هذا الرئيس هذا يمشي لحاله في قريب العاجل. اول من يتحمل مسؤوليه المهزله هما المنخرطين اللي كيطلعوا النوعيه ديال الرؤساء. راه خط القضيه خاصنا نشعلوا فيها مؤخرا ان ضوء تيري خطير على مستوى الرئاسه ديال نادي الرجاء، ولكن من يتحمل المسؤوليه؟ انا كنت تعتبر كونفيرونس اصبح من الواجب نعرفوا من هما المنخرطين اللي كاينين في الرجاء. مع الاسف ما كاينش اللي جبد اللائحه ديال المنخرطين وخدم هذه الخدمه ومع العلم ان هذه خدمه الكاتب العام، ياك الكاتب العام اللي كاين دابا ياك رجل قانون وهذا خدمته كيخصو يجبد ديك اللائحه ديال المنخرطين ويفيريفي واش دوك المنخرطين شكون فيهم اللي مخلص شكون ما مخلصش. وبلاتي وبلاتي ما غيفيدوناش بهاد الامور ما دورهم في نادي الرجاء الرياضي. بلاتي يا المهدي حيت واحد القضيه غادي يقول لك واش مخلص غادي يلقى ما كاينش جوستيف غيدور في الرئيس يقول لها مخلص علاش؟ حيت هادوك معروفين ديال اوزال واوزال موصي عليهم انيس وموصي اي رئيس كيدوز كيوصي عليهم حيت هادوك راه هما اللي كيضمنوا الحكماء انهم يبقاو حيين في الرجاء ويبقاو كيتحكموا في الرجاء. اذا اشنو خاص الكاتب العام ملي كنطلبوا من الكاتب العام يدير هذه الخدمه هذه راه هي سميتو اي منخرط يجبد اشنو هو جوستيف باش خلص من خيره لو جوستيف هو لو ديفيرمون باش او الشيك باش الفلوس جاو بسميتو شيك بسميتو عطاه للرجاء كل واحد يجبدوا الشيك ديالو. انا متاكد غادي يلقاو اكثر من 60 ولا 70 واحد مخلصين عليهم ما عندهم لا شيك لا والو. انا متاكد ما عندهمش ما يثبت ما عندهمش كيتونس دو بايمون. حيت الخطير في الامر انا سمعت البارح التصريح ديال سي اسامه بن عبد الله ومن هذا المنبر هذا كنعتذر ليه لان كنت واحد المره في واحد التدخل السيناتيك كان قال هو على ان نادي الرجاء مطالب باش يبيع رحيمي ومالونكو باش تحكي الازمه. انا جيت في كونتر هذه المساله ولكن في هذه المساله انا معاه لان الاختلاف مساله وارده في الحياه. نقدروا نختلفوا في بعض الامور ونختلفوا في بعض الامور. معناتها انا اللي بغيت نقول ان رئيس اللي كيترأسك وكيتقول المهزلة اللي شهدتها مباراة بركان شهد عليها العالم بأسلحه وهو مازال ساكت وكيكون الصحافي معروف بالقيمة ديالو في الوسط وفي الميدان ديال الصحافة بحال تيقولوا السي محفوظ نطفك ونتهضر. ولكن هو احنا عندنا رئيس نائم عندنا رئيس لا يمثلني انا شخصيا كرجوي لا يمثلني هذاك الرئيس. لا سأنا خديت منه موقف نهائي انا سكت اللي سكت في هذا الدوسي هذا حنا رويسو صافي كتسكت دابا راه غادي يبقى يعاودوا هذيك راه باينه. اللي بغيت نقول لك انا هذا راه بين بانه بمعنى الكلمه بانه متحامل ومتواطئ على الرجاء. هذا رئيس متواطئ على الرجاء ومعاه المكتب المديري لان المكتب المديري ضرب السكوات. اذا هاد اللي ساكتين راه كيفهموا الجمهور وكيوصلوا رساله الجمهور حنا جالسين على مصلحتنا حنا يمكنش نضحيو بوقتنا حنايا وما نديو والو من هذا الرجاء. راه حنا جينا نديو من الرجاء كما داو الاولين راه هذا هو الميساج اللي كيدوزوا بهذا السكوت ديالهم. ملي كانوا مرجلين وملي كانوا كيغوتوا على داروا حمله على 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 على, على البلجيكي باش يمشي بحالو ديك الساعه وين الجمهور دار لهم شابو وعرف بانهم ناس باغيين يخدموا الرجاء. ولكن جيتي حتى المرحله الحساسه اللي هي الرجاء كدقدق وبغي يحيدوا لها الالقاب وبغي يرجعوا النور ووقفوا لها اللعاب مقفوله لعاب لانه دار واحد الحركه اللي دار بحال لعاب واحد من قبل لعاب داروا وما وقفوش. اذا انت راك متواطئ ماشي مسير اسمح لي. انا سي نسيك والله ما نكذب عليك انا واحد القضيه على هذا الجدل الكروي السياسي هذا الجدل انا اسميه هكذا اسميه انا بفعل هذا
المشهد السياسي الكروي اللي ولا في المغرب انا وليت كنتمنى على ان رئيسك في طريق اجنبي، رئيس اجنبي. والله اجنبي لا ماشي غير مستوى الرياضه، راه حتى المستوى الاقتصادي والمستوى الاداري، راه ملي كتلقى المسيرين ودوك المدراء وداك الشيء اللي خدام لك الذوينه اللي كيديروا في لي مارشي وداك الشيء، راه ما تمناش، راه كتشوف داك الشيء، راه كتمنى انه يجي شي اجنبي يسيد عندنا في المغرب، يسيد المؤسسات الكبيره وكذا، لان راه يمكن غير ما كاين غير التخربيق خدامه صاحبي. واش التخربيق الله يرحم بها الوالدين؟ لان الشيء دول اصبح معتاد عاد تلقى فيك الرياضه، الرياضه ما كرهناش يجي واحد من جابون يسيرنا، ما كرهناش والله غير كذب عليك، انا هذه الامنيه اللي ولات عندي فما بدا وخاصنا نعملوا في هذه الميزه، لان هاد الناس اللي اصبحوا يتوالتون على السيره ديال الرجع مشكوك في ترجويت ديالهم 100%. هذا باش نكونوا واقعيين، يعني حتى الا كنت جي ديجا بروبوزي ليدي ديال اننا نكون ملف ونطلعوا الطرف ونهضروا على التحكيم الموضوع على بزاف الامور، ولكن تبني كتشوف اننا كافين بالتوقيت. لا والو والله ما مسوقين بالله وكيغمقوا علينا. سيرتو صاحبي ديك الخرجات ديال الناطق هذا سمي. صاحبي سوي ديزوني. هذاك لو ستيل سي دي فيو جو. سي دي فيو جو، داكشي راه متجاوز، هذاك لو ستيل ديال كدير ديك بوماده. شي ديك بوماده باش كدانعي عباد الله وكتبرلهم. داكشي ما عندنا ما نديرو به. الله يحبك، شوف الا كنتي قلبك على الفرقه وعندك غيره على الفرقه. غتخرج في الرئيس ديالك نتوما كيما وقفتي ليه مع المدرب غتوقف معاه على هذه القضيه. الله يحبك، شوف بغيتك تكون هادو شكايه، شوف بعدا على الاقل صاحبي تكون عندكم غير الكرامه وعزه النفس انكم تجاوبوا على الرساله والجواب الاستفزازي ديال المديريه التحكيم. انا اللي بغيت بلاتي المهدي باش نضبطوا علاش كنهضروا. انا ما كنهضروش دابا، ما كنهضروش على هذا المشكل اللي وقع ديال التحكيم وهذا، تدوا على الجواب ديال مديريه التحكيم على الرساله اللي قال لك صيفطوها هما للجامعه. واش شتي الجواب اللي جاوبهم؟ الى بلونشي لاربيتر قال لهم لاربيتر ما دار حتى شي خطا وسير المقابله مزيان وما كانش شي حاجه وكانت غير شي ظروف كذا، ولكن المقابله كانت مزيان والحكم يعني ولو خطا واحد ما جبدوش على الحكم. بمعنى مديريه التحكيم تحمي خدامها هما دوك الحكام اللي كتعينهم بواحد مهمه معينه، كيمشي كيقضي الغلط، ملي كيوقع عليه الصداع راه كتخرج هي كتحميه. اذا نتوما كمنخرطين او نتوما كاعضاء المكتب المديري بعدا ياك كتكتبوا شي شكايه، ياك تحداكم حدقه وجاوبكم كيضحك عليكم داك الجواب، وعلى الاقل تكون عندكم عزه النفس وديروا دير واحد الجلسه مع الرئيس وطالبوا منه انه يدير شكايه مباشره لرئيس الجامعه، ومنها نسخه تمشي لوزير الشباب والرياضه باش يكون شاهد على هذه المشاكل اللي كتوقع في الرياضه في القطاع اللي هو مشرف عليه. راه القجع ماشي بوحدو اللي حاكم في الكره، راه كاين واحد الممثل ديال جلاله الملك اللي هو الوزير المعين في القطاع، هو وزير الشباب والرياضه. خاص نسخه من الشكايه تكون نيت شديده اللهجه ديال بصح، ولا بغيتوا تعرفوا شنو هي رساله شديده اللهجه عطيوها لي انا نكتبها لكم، انا نوريكم شنو هي الرساله شديده اللهجه، راه ماشي هي الشفاوي اللي كتخرجوا لي نبي. سوي ديزولي، تفضل خويا. انا اللي بغيت نقول سي ناسيك على ان هاد الظرفيه اللي ولا كيعيطها الجمهور الرجاء وليكيب ديال الرجاء راه اصبحت واحد الامور اللي هي مشكوك فيها واصبحت غير عاديه. دابا لا سوليسيون، دابا شنو هما لي ديفور اللي خاصنا نديرو والبوادر اللي خاصنا نخطو عليها باش تحقق؟ هذا السيد الرئيس خاصنا نعطيه مهله ديال 5 شهور، إذا ما خرجش بندوه صحفية، إذا ما خرجش ضغط، هذا الرئيس خاصو تصعيد، وحتى المنخرطين براسهم إلا ما داروش هذا الشيء. وي خاصو، لأن نادي الرجاء خاصو يتطهر من هذا الورم، أنا كنسميه ورم. لا تصعيد، تصعيد باش نكونوا عمليين، التصعيد اللي غادي يكون إذا بقيت استمرت هذا الفعل السلبي ديال الفريق، هذا التصعيد اللي غيكون هو مقاطعة الملعب، وهذا حملة راه يمشيو فيها الرجاويين، الرجاويين مكعكعين حتى لهنا، راه إذا بقيتوا ساكتين راه بسهولة غيمشي فيها الجمهور، تلقاو تيان خاوي هذيك 50,000 ليه ولا 40,000 ليه كنتو شفتوا الماتش الأخر، راه ما بقاوش تحلموا بها. سي ديفيسيل، انا دابا كنهضر معاك بالجانب ديال اننا حنا كنبغيو ليكيب، راه سي ديفيسيل باش ناخذوا لا ديسيزيون في هاد الوقيته، راه عندنا شامبيون نبقاو دي ماتش ديسيزيف، والشامبيونز ليغ راه إلفو با غاتي، دونك إلا بغينا نديرو دي زيفور،
وقفات. شوف وقفات ما عندك الحق انت دير وقفه، خاص تكون عندك الصفه، باش تكون عندك الصفه خاص تكون جمعيه. جمعيه هو نتمنى على ان الضمير الاخضر يدير هذا الفو. هذا ما تسنى دابا، دير الضمير الازرق اللي غديره، ماشي الاخضر. لا ما تسنى، ما يجي. شوف شوف الجمعيات انا نعطيك من الاخر، الجمعيات لا تتجاوز حدود البلاغات. صافي ديرها في راسك، الا عمرك شتي شي جمعيه جات نظمات شي وقفه قولها ليا. راه اللي كيوقفوا كينظموا هما الالتراس، الالتراس هما اللي كيتجمعوا كتنظيم وكيقولوا ندير وقفه. عمرك شي جمعيه جات وقالت اجي؟ راه ما كاينش شي. شوف جمعيات اسلم، نهار يكون جمعيات، نهار يكون جمعيات ديال بصح، راه غتلقاني كنتامي واحد 6 ولا 7 ديال الجمعيات، والله ما عندي مشكل، والله تندخل نتامي لهم. مادام الجمعيات كتحكم فيها مصالح معينه، راه شوف ما غتسنى والو، غاكون هاني. انا شوف السيناتيك باش نكونوا واقعيين، شتي حنا كون ما كناش في البطوله باغ اكزومبل الكراتين ثانيام وكاتريام وما كناش في التارجت دي الكراج المقاطعه، نقول لك انا موجود بيرسونيلمون في السيابيت، ولكن السيناتيك تمبوريلمون راه كتاخذ ديك العاطفه ولا موغ ديال الكلوب، راه واحد لا ديسيزيون اللي غتكون قاطعه على الجمهور هذا باش يقدر يأنكو كيبغي ليكيب تو سامبلومون. هذا هو اللي بغيت نقول لك. اوكي اوكي سي مهدي، كنشكرك اخويا على الدخول ديال تحياتي، فرصه سعيده. وصل هذا الدرس ديالك لان راه ما عندناش اللي هذا، راه حنا راه في الواقع بين الامور الواقع. شكرا اخويا، شكرا على تحياتي، الله يعاونك. شكرا الله يحفظك.